بزجاجات البلاستيك وإطارات سيارات قديمة ومواد معاد تدويرها، استطاعت أن تضع الدفء والأمان للمشردين والفقراء، وبناء منازل في متناول اليد لمن لا يجد سقف يأويه. كارينا رويز من الإكوادور. All for Development World Youth Forum شرم الشيخ إيجيبت. Good evening, Mr. President, Your Highness, Excellencies. My name is Karina Ruiz. اسمي كريمة رويز. An architect born in Ecuador. أعمل في مجال الإنشاءات. وأنني أيضا قد انتهيت من رسالتي للماجستير في عام 1903 وأنني أقدم هنا بعض الخدمات وخاصة بعض المواد الهامة التي يمكن أن نصنع وأنني أتحدث إلى جميع شعوب العالم to meet people from all around the world. لكي ألتقي بعدد من الشباب من كافة أنحاء العالم. وأعتقد أن هذا يسبق محفلا عالميا. أننا جميعا نمثل مواطني العالم. وأننا لابد أن نعمل ونلتقي ببعضنا البعض ونتبادل الأفكار فيما بيننا. إننا شباب ويمكن أن نجد الكثير فيما بيننا من الميزات وفرص كثيرة. وعلى الرغم من ذلك فأعتقد أن الشباب طاقة كبيرة تتخطى عمرهم الشبابي، ومعنى ذلك أننا نحاول أن نحقق كل ما هو مفيد لنا في، ولا بد أيضا أن نعالج الأمور بصورة شاملة. ومن المهم بما كان أن نرد على جميع التساؤلات التي تدور في خلد الشباب. وأحيانا ما نجد الطرق والوسائل التي نحاول من خلالها أن نلتقي فيما بعضها البعض. وأعتقد أن هذه هي اللحظة التي لابد أن نحدث فيها التغيير، وإننا لابد أن نتأكد من أن الشباب يلعبون دورا هاما. إننا في حاجة لكم سواء كنتم متخذ القرارات أو علماء أو غير ذلك، وإننا في حاجة إلى تبادل الأفكار فيما بيننا. وأن الشباب والجيل الحالي لابد أن يعمل مع بعضه البعض من أجل إيجاد الطرق والوسائل التي تمكننا من تطوير أنفسنا. وأعتقد أن أمامنا كثيرا من الميزات. إننا شباب وأمامنا فرص كبيرة. وأعتقد أن الشباب ربما تكون تعليمهم مختلف، وربما تكون الفرص المتاحة أمامهم مختلفة أيضا، ولكننا جميعا لابد أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل نقود الآخرين، من أجل أن نعيش في حياة أفضل. وأن هناك أيضا مشكلة تتعلق بالإسكان وغيرها من المشاكل. ومنذ سنتين بعد أن انتهيت من درجة الماجستير والحصول عليها بدأت أحاول أن أعيش وأحاول أن أعمل في مدينتي، وأقوم أيضا في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحسن من ظروفنا. أننا نعيش جميعا في عالم واحد، ولا بد أن يكون هناك تحالف فيما بيننا، ولا بد أيضا أن نسير أمورنا بنفسنا، ولا بد أن نتبادل المعلومات وأن نجد الفرص والوسائل التي يمكن أن نحل من خلالها مشكلة الإسكان التي تردت في مدينتي وغيرها من المدن الأخرى. وأنني أعمل في مجال التصميم المباني
ورسم الخطط العامة التي تساعد في إيجاد مبنى حديث. ونعمل أيضا في مجال تبادل الأفكار مع بعضنا البعض. وأعتقد أننا لسنا بمفردنا في هذا العالم، وأن الشباب اليوم تربطه علاقات وثيقة، ولابد أيضا أن نركز على ضرورة التعاون فيما بيننا، ولا بد أيضا أن نشحذ من هممنا ونحقق كل ما نصبو إلى تحقيقه. وشكرا جزيلا لكم.